وكلنا نعلم أنه كل ما عندنا وكل ما لدينا في الواقع هو من بركة دماء سيد الشهداء، حتى قيل أن الإسلام محمدي الوجود وحسيني البقاء، فبقي الإسلام ببركة سيد الشهداء، وإلا لولا حركة سيد الشهداء ودماء سيد الشهداء لما بقي للإسلام إلا رسمه، وما بقي للإسلام إلا اسمه، وللقرآن إلا رسمه، كما ذكر الإمام في بعض كلامه أنه لو وليت الأمة بمثل يزيد فعلى الإسلام السلام. هذا أول ما بدأ حركة المباركة، اعتبر على أنه تولية يزيد بأمر المسلمين، يعني خلص الإسلام انتهى، صار إسلام مدجن، إسلام محرف، إسلام أموي، ولا تقوم الإسلام قائمة. فبدمائه المباركة الزكية أبقى هذا الإسلام المبارك، أبقى هذا الفكر الصحيح، وهو فكر مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا الذي عندنا كله من عاشوراء. هذا العام عام استثنائي بما للكلمة الاستثناء من معنى. هذا العام عام الاستثناءات، عالم الطوارئ، العالم كله في كل محافله حقوله ونشاطاته ومشاريعه مر بحالة استثناء كبيرة.